صباح الخير عليكم الخوت، صباح بخير، عمركم مزيان، معكم يسام راجين بلوج جديد. غادي مسافر بوحدي ان شاء الله، غادي لمدينة وزان الشوان، زرف الملحة عند اصدقاء الخوت. المهم قام معايا شي كافي قهوة دور مع الجعبة كيما كيقولوا. تحية لكم خوت. دابا انا وصلت عند الاخ اخوان كاملين هنايا، وغنفاجئ البطل الكتكوت زكريا الاخوان كاملين. المهم دابا غادي نطلع، غادي ندوش، ناخذ واحد الربا، نرتاح شي شويه باش نديرو شي سيونس انا في جرف الملح. تحيه للناس ديال جرف الملح، وهذا هو الطلع. هاي كيكه باقا ديال القهوه، وانا نطلع عندهم دابا ما شافونيش. اخويا جاي الخويا زكريا، احنا دابا وصلنا. اول اخ فؤاد حطينا جزيره هاوايا، دول الكورونا، البيض مخلط، كروازي، بلدي، تفاح، كمون، سوا كاين خويا. خويا زكريا الله يحفظك، دابا حنا اش دير؟ حنا نبركو عندك في هذا الميضع، تحيد كورونا، تخبى عندي كازا راه طيب. تخبى عندك هذا التاني وهذا، هاواي كاين، كل شيء كاين. داك الشيء. العزا خويا. فيتامين. صافي. داك الشيء ناضي. معلم حتى شي حاجه، امور راه غادي نمشيو حنا نديرو فايز نمسح، نجيبو البسماتي من كازا ونروحو نركدونا. تحضر شي بطوله الجايه ان شاء الله في البرازيل ولا في قاصنا ونحرمو حنا غنبوزو في الانستغرام. بارك علينا، بارك علينا، تخبى هنا اخويا الله يعاونك. نوضحو الامور دابا في واحد الحصه، ومازال الموزيط ديالنا والمسائل ما عندناش مشكل، اليوم غادي نوضحو الامور ان شاء الله. صافي شدو بلاصه نمشيو نترينو حنا في بلاصه. امور واضحه، وزيت فيها كاع الماء ديالك. فيها الماء ديالك، فيها الكربوهيدرات، فيها البروتينات، فيها الاملاح المعدنيه، فيها كل شيء. تخممش موجود داك الشيء. خويا زكريا امور واضحه، خو امن امور واضحه. صافي مسبعنا بزاف الملح، يلا ديما جي ابوني كومونتير. خويا مرحبا، قهوه كحله، نروح شي قهوه كحله. صافي البطل معنا سميتو زكريا، وضح الامور. اليوم نضرب الكوكتيل ضروري. صافي غادي تروح شي غشاء الدوليه حتى شي حاجه، داكشي ريجي. لا لا صافي، حنا سمعنا في الحاول يا خويا، والله ما تقول لنا حتى حاجه. مازال نلعبوا شي طريه هذا شي ديال رق رق ما كاينش. اليوم اليوم غادي نطلع الملعب. يوسف زعما كاين حتى فهادشي، زعما كاين ما غادي نزول بوزر ولا لا، كنلعبوا انا وسميتو على سكوب ديال الوالد. سكوب ديال الوالد وبين لي يا خويا يوسف. صافي الله يدير الخير. احنا جينا الله صاحبي، صاحبي ضاربين عليه 300 كولومبي.
ما سالاش شكون بطالة معلم. صافي ما كنتي تخلي براسك الله يحفظك زوينة. مرحبا بك اخويا سعد هنا في جر الملحة. هذا اللي صار هنا هاي شينا ما كلا كورونا لا والو. أبطنا كورونا تموت لكن 45 درجة فوق الماء. ما تقضي فيها والو الدوخ في البلاصه والله لا قضيت مع شي حاجه هنايا يا بابا راس راه واحد انا ما نقدر ندخل ليه والو امور هاني هنا ما كاين لا كورونا لا الكارديو واقف ها ما واقف وكدير في الكارديو على راسك الله يرحمك الشحمه كتدوب كيبقى غير المسكين لا ما دخلتش في بلاصه بقى معنا تقلي كيف الله والماكلة بقية والانطريمان والحر قيسي
حرب والله لا درتي شي حاجه عادي ما هو 100 كيلو متر تولي فك 10 كيلو والله ما دير لي تبقى مزيان اخواتي هز الوليدات الزوينين هاتهم الوليدات جمهور احلى جمهور هز اخويا تحياتي المهم ان شاء الله شوف البلوغ هنا غادي يسالي انت نمشيو نضربوا شي وجبه تكون قانونيه قانونيه شي حاجه خاصك شي واحد اللعبه كبيره واحد 22 كيلو معلم غنسير البلوغ بواحد الدلاعه تكون ناضيه ونطلع مزيان او عادي بسيعه نكملوا غدا ان شاء الله ندير شي بلوغ اخر في مساء يا خويا العز خويا تحياتي الله يكبر بك العز الغلوتامين الارجينين كرياتين هذا طور في الموضوع مرحبا هو جبان ريز ديري الصوره مع الفيديو هادي نادي الله الله ما حاصل هاي وين هادو دابا غير خصك تقول والله ربي يخليك والله العادي شبعنا بعد اقصح دابا يدخل لك المتاع مرحبا اخويا واحد عنده معايا شوف بقى هذا واحد هضره مالها غتشي كازا ها هي تيدخل في البلوكي 20 كيلو 20 كيلو معلم ضرب بس دير ديفت لا انا ناضي صافي شي دواء ولا شي حاجه شي فيش دواء ما فيش دواء يعني غير الدواء ودي بيه الدواء هذا ما قدرش يدبر كيدور فين الحل ديما الحصه البام بغا يطلع هذا كان يعتاد عليا هذا برك تعجز السمانه غيبنيني هذا برك كيلوني حوز مع السطع ايوا بسم الله الحوش هذا اخو ولد مش عيبه استمر النظافه من الايمان اخويا صافي دابا انت شارجيتي احسن شي بيع هادشي اه شديت بيع وليت كاع عندك